الحمد لله. يعني كنت بحاول ادور على فكره جديده واشوف شكل جديد، هل الناس هتتقبله مني ولا لا. والحمد لله رد فعل الناس كان عظيم. يعني الفتره اللي جايه هنرجع تاني للحاجات اللي الناس بتحبها، الحاجات اللي فيها الشجن شويه. يعني تعرف انت الشجن بتاعك مخلينا كل ما نسمع حد بيعمل حاجه نقول ايه ده، بيقلد هيثم، ده رايح في سكه هيثم. حسيت انت اكيد السنين اللي فاتت طول ما انت كنت شغال بتسمع الكلام ده؟ دي حاجة يعني مش تبسطني، دي حاجة يعني تخليني طاير، ان انا بقى لي شكل ومدرسة. يعني ده كلام كبير قوي بصراحة يعني. واتمنى التوفيق لكل الناس. يعني الحمد لله، يعني ده توفيق كبير من ربنا. يعني واقف على تكة دي انا عايزة اقف عندها، يعني غير ان انت كنت واقف على التكة احنا عايزين نقف عندها شوية. ازاي اقنعوك بيها؟ ولا يعني انا مش عارفه، انا كل ما اسمعها اقول ايه وهيثم عملها ازاي، غناها ازاي، يعني الكلمات وهي كمان ريتميك قوي، فمش انت خالص يعني. دي انا سمعتها عند وسام عبد المنعم الموزع، فكنا قاعدين شغالين انا وهو بنسمع حاجات، فقلت له انا عايز اسمع حاجه بره الصندوق. يعني ما تجربش ان انت تسمعني حاجات شبهي او الحاجات اللي انت من وجهه نظرك شايف ان هي تنفع لي. سمعني كل الحاجات اللي عندك، جايز انا يعني بفكر في حاجه مختلفه او الاقي حاجه. فعادي سمعني في حاجات، فمن ضمن الحاجات دي كانت اغنيه واقف على تك لحن احمد زعيم. الاغنيه عجبتني بصراحه جدا، وحسيت ان هي زي ما هي مش شبهي، بس في نفس الوقت هي حلوه وهتعجب الناس. فالحمد لله يعني كان توقعي في محله يعني. ومش عادية برضو، هي كمان مختلفة. انت تلات اغاني السينجلز اللي انت نزلتهم ورا بعض ومختلفين عن الستايل بتاعك خالص. مظبوط مظبوط، هم بره طب هيثم انت ما كنتش خايف؟ اصل احنا دايما عندنا مشكلة ان احنا لما بنحب حد في حتة معينة نعرفش نطلعه منها بسهولة، فانت ما كنتش حاسس ان انت بتاخد ريسك شوية؟ اصل في النهاية يعني الناس مش هتقف تحت البيت وتقول لي يلا عملت اغنية مش شبهك يعني يلا عملت الاغنية دي. يعني انا في النهاية بنجرب يعني. هي مزيكا وانا بعملها وانا ببقى مستمتع، والناس بتسمع وهي مستمتعة. ما عجبتهاش هفهم ان انا يعني ابعد عن الموضوع ده، المنطقه دي مش بتاعتي، اجرب في حاجه تانية او ارجع للحاجات اللي الناس حباها مني. فاحنا طول الوقت لازم ننوع علشان الناس حتى يعني ما تزهقش. فجربت والحمد لله يعني كان في توفيق كبير قوي من ربنا سبحانه. خليني اقول لك ان انا كل الاغاني دي ما سمعتها، قعدت اقرا الكومنتس بتاعت الناس، كله قال لك انت وحشنا، انت كنت فين، انت صوت رائع، ايه الجمال ده، ايه ده، انت عامل حاجه، انت ايه العظمه دي، انت عامل حاجه مختلفه. يعني مش هتلاقي حد تحت البيت بيقول لك اللي عملته مش حلوه. انا بقول لك انا فكرت يعني اسوأ الظروف هتبقى ايه. يعني ما حدش هيقف تحت البيت ويقول لي اللي عمل اغنيه مختلفه عن شكله. فالحمد لله يعني زي ما بقول لك كان في توفيق كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى، وفريق العمل اللي كان شغال معايا برده اجتهدوا ان احنا نطلع حاجه حلوه يعني، والحمد لله.